لسه مكملين حلقتنا عن المنتجات المصريه، ومنوراني دلوقتي الاستاذه ايمان احمد وجوزها الاستاذ احمد صبر، وهم الاثنين عاملين مع بعض مشروع كده من المنتجات المصريه في الصناعه. عاملين ايه؟ اهلا بحضرتك استاذ شريف. تمام الحمد لله. الشغل بقى ككابل وانتوا الاثنين متجوزين مع بعض في ان انتوا تعملوا منتج والمنتج كمان بيميل الى ناحيتها اكتر، 80% تجميل وحاجات كده، فده مش منطقتك اكيد قوي. احكوا لي بقى الموضوع جه ازاي. هي الموضوع بدا مع ايمان الاول. كنا عملنا كذا مشروع قبل كده وما لقيناش نفسنا فيه. انتوا الاثنين جربتوا مع بعض مشاريع قبل كده؟ عملتوا مشاريع ايه تاني؟ عملنا حضانه، وعملنا كذا حاجه، مطعم صغير كده، عملنا كذا حاجه. لا احكوا لي عن التجارب. لا الحاجه التجارب اللي هي ما كملتش دي اكيد هي اللي وصلت ان انتوا تعملوا تجربه توصل. يعني الحضانه اول مشروع بتاع الحضانه، التعامل مع الاطفال كان صعب جدا. احنا طبعا جبنا كذا مدرسات وكده وتعاملوا، بس يعني ما قدرناش نكمل فيه، ما توفقناش. يعني حسينا ان المجال كبير علينا بتاع الاطفال، يعني مسؤوليه كبيره جدا. قعدتوا قد ايه في موضوع الحضانه؟ يعني حوالي سنه ونص سنتين. فتحت حضانه سنه ونص سنتين. ليه كل المشاريع اللي بتختاروها تبقى برضه ناحيتها؟ احنا مثلا انا كنت مضغوط مثلا في شغلي، طبيعه الرجاله اصلا بيكونوا تركيزهم مش قد تركيز الستات في النقطه ان هم يدبروا البيت. يعني انا لما كنت اشتغل مثلا اجيب الفلوس احطها فهي ست البيت بصفه دايما، بس هي بتبقى مظلومه. هي اللي بتدير بالفعل. والله يعني هي بالفعل هي اللي بتدير يعني البيت، وبتدير اغلب حاجات الراجل، وهي بترتب له حتى يعني هدومه، حتى اللي احنا بنخرج بيها، لا البس ده، لا ده كويس، ده مش كويس. فهم بيديروا بالفعل حاجات كتير، بس يعني ايه مظلومين في النقطه دي. فانا بدات بقى اطلع الحاجات اللي بقى نعمل ايه، نعمل كذا. داعم ليا في اي حاجه، يعني اي حاجه بقول له عليها يقول لي يلا جو. كانت فكره مين الحضانه؟ فكرتها. لا فكرتي برضه، لان احنا عندنا 3 اولاد بالفعل، فكنت حابه يعني كان في حاجات نفسي الاقيها في الحضانات اللي اولادي بيروحوا فيها ما كنتش بلاقيها يعني. بس اكيد كنت متخيلين ان الموضوع اسهل بكتير من هو عليه. كنت فاكره ان هو، بس هو طلع صعب جدا. يعني هو اي مشروع عامه اكيد الناس بتبقى شايفاه من بره بشكل، لكن لما بتدخل في المشروع نفسه بتبدا بقى بتقابل بقى الصعوبات وتركات كده معينه. برضو لازم يكون في تركيز جامد، يعني من بره بيبان شكل، ومن جوه لما تدخل بقى في الحاجه نفسها بيظهر لك حاجات تانية. بالظبط. طب المشروع الاول ايه اللي بوظه او ايه اللي وقفه؟ اللي وقفه ان انت مش بتعتمد على نفسك فيه، انت معتمد فيه على المدرسات، لان مش تخصصي، فانا جايبه ناس هي اللي بتدي الاطفال او كده، فما حسيتش اللي انا عايزه اوصله، او الهدف من المشروع هو ما قدرتش اوصله للاطفال، فبالتالي وقفته بقى. خسرت جامد في المشروع؟ لا ما خسرناش. لا ما خسرناش يعني. لا الحمد لله. يعني وعملنا اسم كويس، عملنا اسم واجرنا الاسم والحمد لله اشتغل، ويعني الحمد لله. بس بقى يعني مع حد تاني يعني مش معانا. ماشي. بعد المشروع ده عملتوا حاجه تانية؟ بعديه على طول بقى دخلنا في قصه اخد كورسات بقى في مستحضرات التجميل وكده. كورسات، وكان هو بيشوفني على طول بعمل ماسكات للبشره. يعني بتقولي في مطعم، انتوا بتكرمتوني كده. انتوا يعني قلتوا حاجه وعايزين تغيروها. المطعم ده ايه بقى؟ انا مش هنعديها برضه. كانت نفس النقطه. احمد كان مطعم ده اختيارك بقى؟ هو كان مدير مطعم بقاله سنين، اكتر من 14 سنه في المجال، فقال هو حلمه ان هو يعمل مطعم وكده. بس هي نفس الموضوع، ان احنا كنا بنعتمد على الشيفات. بس انت كنت مدير مطاعم. فاكيد عندك بقى الخبره بقى في بالظبط. يعني قدرنا الحمد لله فتره كويسه، والله بالفعل الحمد لله. يعني عشان الناس برضو اللي بتتكلم عن المشاريع هو انا هقول لحضرتك على حاجه، ان احنا فتحنا فرن عيش شامي الاول ده والله بجد يعني، وصدقني كنا بنكسب كويس جدا. وفتحنا المشروع اللي هو بتاع الحضانه، وفتحنا وتاجرنا في ملابس، جبنا ملابس وتاجرنا في ملابس، كل حاجه يعني. احنا والله العظيم هقول لحضرتك بامانه، مفيش مشروع فتحته خسرنا فيه ابدا. مفيش حاجه بتخسر. كل مشروع بنعمله بنكسب منه، كل مشروع وبنعمله بنكسب منه بفضل ربنا يعني. بس انت اللي بتكسبه منه بتاخده وتحطه في المشروع اللي بعده. بتشوف حاجه مش بتكمله في بالزبط. في المشاريع الاولانيه على حسب بقى حضرتك بتلاقي نفسك في الحاجه المعينه دي، او مش بتلاقي نفسك في الحاجه دي. انتوا لقيتوا نفسكم في الحضانه فجربتوا الفرن؟ لا ده احنا الفرن كان قبل الحضانه الاول. الفرن اللي قبل الحضانه وبعد كده. هي من كتر المشاريع. مشاريع كتير. بس هي زي ما يكون ربنا كان بيأهلنا لحاجه معينه. يعني احنا كل حاجه كنا بندخل فيها كنا بنكتسب فيها خبره معينه، تعامل مع اشخاص، ازاي نقدر ندير الموضوع. ولما كنا بنعمل حاجه كنا بنعمل حاجه على مستوى، يعني مثلا في الفرن ده كنا شغالين في مثلا في 10 افراد شغالين،
مش احنا بس بنقف لا كان معانا ناس كتير بتبقى شغاله برضه في الملابس. كنا بنجيب حاجه بس كنت بعتمد على نقطه يعني كبرنا بسرعه عملنا اسم بالفعل في الملابس عشان كنا برضه بنجيب حاجه في مصنع وكنا بنبيع حاجه بهامش ربح بسيط جدا جدا جدا. الناس تقول لي انتوا الملابس دي جايبها منين؟ انتوا قصتها ايه؟ المكسب المكسب كان بسيط جدا. فاحنا كان عندنا حته ان انا اخلي زحمه قدامي والناس تيجي تشتري وكده كسبت ايه؟ الاقي نفسي كسب حاجه بسيطه بس مع الاستمرار بتبدا الناس تاخد منك جمله. فلما بنوصل لمكان الناس بتتاكد ان احنا الناس بقى عندها ثقه ان احنا عندنا. طب ما كملتوش ليه؟ يعني لو انتوا نجحتوا في كذا مشروع ليه وقفتوه؟ ما هو ما لقيناش نفسنا فيه يعني. اكتر حاجه بقى ثبتنا عليها بصراحه هو مستحضرات التجميل. هنوصل لها ما دي هنجي لها ما تقلقش. بس احنا بنعايز التجارب اللي الواحد بيعدي بيها الى ان يوصل لحاجه دي. الفتره هقول لحضرتك الفتره بتاعت فرن العيش دي مثلا كنا بنعمل العيش اللي هو الشامي. كان في الفتره دي كان العيش اللي بيتعمل في الدوله اصلا كان وقت الثوره كانت الكهرباء بتقطع كتير كان بيأثر علينا. كانت الفتره دي كان الفرن العيش الاول اصلا ما كانش بيتاكل. الفتره دي لما العيش بقى مظبوط وبقى طريقته اختلفت في الدعم وكده بقى رغيف العيش اللي هو موجود دلوقتي دي الناس حاليا الناس بتاكله حبيته اكتر الاول. الناس حبته الاول ده ما كانش حد بقى فالناس كانت بتعتمد على العيش الشامي. لما اتغير نقله العيش من ده لده قفلنا فرن العيش. طب المطعم بقى برضو ده كان حته انت المفروض عندك فيها خبره. عندي فيها خبره. المطعم لما فتحته فتح عشان الامكانيات كنا فاتحين حاجه بسيطه ما كناش فاتحين حاجه بحجم مطعم كبير يعني كنا عاملين حاجه بسيطه. وبرضو هو كان قدام شركه ومجمع مدارس وكده فهو كان بيشتغل معانا اكتر في فتره الدراسه وفتره الشتاء. ففي الصيف الدنيا بتكون مريحه بقى العمال بقى والعامل اصلا بتلاقيه مثلا بيدي لوالده بيدي لابنه مصروف كتير فولاده كانوا بيشتروا. فهو بالنسبه للعمال نفسها كان بيشتروا حاجات بسيطه من المطعم ما كانش مش بيروح يتغدى فانه بياخد وجبه كده جنب الشركه. فهو المطعم ما كانش حاجه بحجم يعني كانتش كبيره يعني كان زي كايوكس كده موجود في قدام شركه وكان شغال برده وكنا بنكسب كويس جدا جدا.